الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين حيثما كنتم وأينما تواجدتم. ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات، ويا قصة بث فيها الوجود معاني السمو بروع الحياة، ويا صفحة خط فيها البقاء بنار ونور جهاد الهدى. هذه بعض احتفالات الجزائر بأول نوفمبر في حضرة ضيوف القمة العربية. نوفمبر الذي حرر الجزائر ومنحنا الحرية. وقال له الرب أمرك أمري، ودان القصاص فرق فعاق اليراع خرافات حبري، وتأبى المدافع صوغ الكلام إذا لم يكن من شواظ وجمر، وتأبى القنابل تبع الحروف إذا لم تكن من سبائك حمر، وتأبى الصفائح نشر الصحائف ما لم تكن بالقرارات تسري، ويأبى الحديد استماع الحديث إذا لم يكن من روائع الشعر. نوفمبر غجرت مجرى الحياة، أنت نوفمبر مطلع فجري، وهذه قصيدة لشاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا يتحدث فيها عن نوفمبر. نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقين؟ سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة، وصرنا نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين. ونفجر نارا ونصنع من
فتلهم ثورتنا العالمين، وتسخر جبهتنا بالبلايا، وتسخر جبهتنا بالبلايا، فنسخر بالظلم والظالمين، وتعلو السياسة طوعا وطوعا. جمعنا لحرب الخلاص وكان من النكسات لكنا سماسرة المجرمين. فليت فلسطين، فليت فلسطين تحت حطاما، فليت فلسطين تحت حطاما وتطلب جنسا ودينا، وهبنا العروبة جنسا ودينا، وإنا بما قد وهبنا رضينا. إذا كان هذا يوحد صفا. ذكرى نوفمبر المجيد لثورة مجيدة مباركة، هي ذكرى مجيدة لكل الجزائريين. تحيا الجزائر حرة مستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أتى أمرنا صارخا فانطلقنا، ونزنا بوحدتنا فانعتقنا المفاوضة، وفاوضنا القوم في أمرنا وأمر سيادتنا فرفضنا، وقالوا سنجري عليه اقتراعا بلا ونعم خدعة فاعترضنا. فرنسا تناسيت ما ليس ينسى، فرنسا تناسيت ما ليس ينسى. أما في نوفمبر كنا قرارا، فرنسا تناسيت ما ليس ينسى. أما في نوفمبر كنا قرارا، وأجرى علينا الرصاص انتخابا وخطب أوراقنا فانتخبنا، وأجرى علينا الرصاص انتخابا وخطب أوراقنا فانتخبنا. وقلنا وقالت لنا الكائنات، وقلنا وقالت لنا الكائنات خذوا حذركم، فثبتنا. وقلنا الكائنات خذوا حذركم، فلم نكن نرضى بنصف الحلول ولا بالدخول نحن انخدعنا، فلم نكن نرضى بنصف الحلول ولا بالدخول نحن انخدعنا. وديقول ألقى بيادقه، وديقول ألقى بيادقه، فتاولى رسلنا فانتصرنا. وخاف الخواجز تحمي الغلام، وتبكي فرنسا لها حفظتنا إرادتنا الفارعة، ولم تقبل نيراننا الشارعه، وصرنا مصيرنا بالاخر، وفرحنا بالشفا القاطعه. وتمت بها كلمات الاله، وتمت بها كلمات الاله التي وقعت باسمها الواقعه.